Was hit one Добрий день Ми з України. Ми бажаємо Україну мир і добра. Ми бажаємо Україну, щоб, ці війни, щоб ці війни, які зробив диктатор Путін и нашої народи українські, що ця війна закінчила. Я точно знаю, що український народ точно вибеждає в цій війні. Так що ми знаємо, що на що браможний український народ. Український народ він може виграти цій війні, тому що ми знаходимося на своїй землі, ми знаходимося знаходимо у собі вдома. Ми не пішли до чужої землі захопити, або щось зробити, або когось обувати. Це не так. Це до нас прийшли до нас, прийшли нас обувати, прийшли у нас забрати свої землі. Ми не віддаємо ці землі нікому, нікому, ні Росія, нікому більше. Будемо захищатися до самих кінців. Це буде, це буде. Слава Україна, Героям Слава! أنا اسمي الدكتور رامي أبو شمسية مواطن أوكراني من أصول عربية رئيس اتحاد الأطباء العرب في أوكرانيا وأستاذ محاضر في جامعة الطب و ونائب مدير مستشفى ديافا المستشفى الخاص الموجود في كييف. طبعا أنا وجودي هون في فيينا عند حضرتكم بسبب المؤتمر الذي يقوم فيه اتحاد الاطباء العرب في اوروبا واتحاد الاطباء العرب الاطباء في النمسا والصيادله والمؤتمر هو المؤتمر السنوي المركزي ولقد حضرنا هنا من اوكرانيا طبعا السفر من اوكرانيا بالنسبه للمواطنين الاوكران صعب جدا لانه في هناك حرب موجوده وبالتالي عملنا على خروج من اوكرانيا بطريقه التصريح من القوات المسلحه والحمد لله رب العالمين قدرنا نيجي نحضر المؤتمر طبعا وجودنا نحن هنا في مدينه فيينا مش للمره الاولى ولكن انا بتردد على هذه المدينه والدوله من سنه 2015 بحضر جميع الاجتماعات والمؤتمرات التي يقوم فيها اتحاد الاطباء العرب في النمسا واتحاد الاطباء العرب في اوروبا وبحكمي انا كطبيب موجود في اوكرانيا ورئيس اتحاد الاطباء العرب في اوكرانيا طبعا في تواصل ما بين الاتحادات ونحن نعمل جاهدا على ان نرفع اسم الطبيب العربي في جميع ربما بما فيهم مدينه دوله اوكرانيا طبعا المؤتمر كان مؤتمر ناجح بامتياز نتيجه الجهود التي قاموا فيها اللجان التنظيميه ورؤساء الاتحاد الدكتور تمام والدكتور فيضي. حضر المؤتمر اطباء وعلماء وشخصيات عربيه ونمساويه ومن جنسيات اخرى وقاموا بتقديم المحاضرات العلميه في جميع المجالات بما فيهم الجراحه وايضا الاسنان والعيون والاذن والحنجره والسنه كانت في ماده جديده لقد قمت بتقديم محاضره عن الطب العسكري لانني انا موجود في اوكرانيا وملزم ب تقديم الخدمات الطبيه للمدنيين الذين يتم اصابتهم نتيجه القصف والحرب التي لها ثمان سنوات هناك وايضا للجنود الأوكران الذين يتعرضون للصدمات والاصابات القتاليه في ارض المعركه ونقوم باخراجهم من هناك وتقديم العلاجات لهم وبالتالي نحن حكينا عن الطب العسكري في هذه المحاضره وكانت يعني كان في انتباه كبير من جميع المستمعين الاطباء الموجودين في القاعه وكان في اسئله كثيره وبالنهايه المؤتمر يعني انهى اعماله وكانت اعماله ناجحه جدا جدا شعرنا في هذا المؤتمر النقل النوعيه للاطباء الموجودين في اوروبا بشكل عام وفي النمسا بشكل خاص انه المقالات العلميه والمحاضرات التي قاموا بتقديمها كانت على مستوى عال من البحث العلمي والعمل الجاهد لفترة طويلة للأطباء وشعرنا أنه نحن كأطباء أوروبيين من أصول عربية مستوانا العلمي تقريبا يعني إذا ما قلنا أنه على مستوى الأطباء الأوروبيين بل أفضل بكثير لاننا انتم تعلمون اننا نحن كعرب مواطنين اوروبيين نعمل على انفسنا كثيرا لكي نثبت نثبت للاوروبيين قدرتنا على ان نقدم الخدمات الطبيه في جميع الساحه الاوروبيه على مستوى كبير من المهنيه وعدا عن ذلك الاتحادات والمؤتمرات التي نقوم فيها أيضا هي يعني بيت لنا بيت لنا نحن نجتمع بعد كل المحاضرات نعمل العشاء المشترك أو اللقاءات مع, مع النمساويين وحتى بحضورنا في مركز بلدية فيينا حيث أقاموا لنا حفلا يعني يقي يليق بمقامنا كأطباء وعلماء وعرب عايشين في أوروبا. طبعا اللي احنا نطمح له انه انه الجيل الجديد من الاطباء انهم يقوموا بان يحضروا المؤتمرات ونحن كاتحاد أطباء العرب في اوروبا وفي النمسا وفي اوكرانيا نقوم بمساعدتهم لانه نحن لما يعني بفوت ونحن صرنا فتره طويله نعمل في هذا العمل الطبي لكي يكون لنا من يوقفنا في هذا الدرس العظيم الذي حققناه على مدى سنوات طويلة بل على مدى العشر سنوات نحن شفنا حتى طلاب من جامعة الطب هون في النمسا حضر المؤتمر وكنا جدا جدا لحضورهم لكي يتعلموا المدرسة العلمية الطبية للأطباء العرب العايشين في أوكرانيا عدا أنه حضر المؤتمر الاطباء العرب العايشين في اوروبا بل كان حضور من دول اخرى من الدول العربيه يعني من عده دول وايضا قاموا بتقديم المحاضرات الطبيه وممكن ان نثني على عملهم في الظروف التي تعوش يعيشها الوطن العربي هي ظروف صعبه جدا ولكن الاطباء هناك يبحثون ويعملون ويواكبون التطورات الطبية الحديثة في علاج جميع الأمراض وبالتالي مشاركتهم لنا للمؤتمر عبر القنوات الانترنت عن طريق الزوم أو عن طريق حضور المحاضرات عن طريق دارك ترانسليشن يضعهم في ماذا يحدث في الساحة الأوروبية من تطورات في مجال الطب طبعا بالنسبة للأمور الجراحية اللي نحن قدمناها سنة إحنا كاتحاد اطباء العرب في أوكرانيا كانت يعني لا يوجد لدينا وقت لعمل بحث علمي نقوم بتقدير العمليات أو النتائج ما نحن نعم علي نعمل عليه لأنني راح سوف اخرج عن, عن حديث المؤتمر لكي نحدثكم ماذا يحدث عندنا في اوكرانيا هذا من محطة الكهرباء العاصمة الأوكرانية كيف العاصمة الأوكرانية كيف تشدد استهداف العاصمة الأوكرانية كيف بالمسيرات الإيرانية جمهورية أوكرانيا تقع في أوروبا الشرقية ويحدها من مناطق الشرق دولة روسيا تعتبر أوكرانيا دولة أكبر دولة في أوروبا من حيث المساحة حيث مساحتها ما يقارب 602 كيلو متر مربع وتعتبر ثالث اكبر دوله في اوروبا من عدد السكان حيث يعد سكان اوكرانيا ما يقارب 45 مليون نسمه. طبعا في اوكرانيا اوكرانيا دوله جميله اوكرانيا دوله شعبها لطيف جدا بيحبوا الاجانب بيحبوا العلاقات الاجتماعيه مع الاطباء ومع الجاليات العربيه حيث يسمح لنا باقامه مدارسنا ومساجدنا ونقوم بممارسه حريه الاديان هناك ولا يوجد اي عنصريه عندهم وللاسف الشديد في الوقت الحالي اوكرانيا لمده اكثر من ثمان شهور تعيش حرب ضروسه الحرب اللي بلشت فيها روسيا ضد أوكرانيا والسبب طبعا المزاعم روسيا ومزاعم فلاديمير بوتين أن أوكرانيا راح تخش دولة الناتو أوكرانيا راح تخش الاتحاد الأوروبي وهذا خطر كبير بالنسبة للروسيا لأنها موجودة على الحدود وأنا الناتو راح يبقى على الحدود وبالتالي أي حرب مستقبلية ممكن أن تكون على الأرض الروسية ولكن هذه هي كذبة هذه خدعه من بوتين. بوتين آه لم يعمل اي شيء عندما دخلت فنلندا والسويس الى الناتو حاليا وبقول انه ما عندناش مشكله بس مشكلته الاساسيه في اوكرانيا هو ان الشعب الاوكراني بعد 2014 حيث توجه الى الاتحاد الاوروبي الوضع الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي والعلاجي وكل انواع الحياه اصبحت في تحسن والوضع والوضع الناس هناك اصبح اكثر بكثير من المواطنين الروس وبالتالي هذه لبوتين لما الشعب السلوفاني اللي هو اوكراني اللي هو اساس روسيا يعني قبل روسيا كانت كييف روس اللي هي كييف من هناك بلشوا ان لما يشوفوا ان الشعب الاوكراني يعيش افضل لانه توجه للاتحاد الاوروبي واصبحت ثقافته اكثر اوروبيه فسوف تبلش عنده المشاكل لان بوتين هو دكتاتر قام بقتل اطفال المسلمين في الشيشان في الحربين على الشيشاني غروزني. وأيضا قتل بوتين أطفال سوريا حيث كان يقصفهم بالطائرات والبراميل المتفجرة وهناك كارثة إنسانية في سوريا موجودة بحيث أنه في أطفال كثير قتلوا في أيتام في مهجرين كثير من سوريا والمأساة سوريا وأوكرانيا تتشابه حاليا ما قام به بوتين في سوريا يقوم فيه الآن في أوكرانيا أنا شاهد أعيان للحرب في أوكرانيا بحكمي كطبيب أعمل في تقديم الخدمات الطبية في الخدمات العسكرية بخدم في في أوكرانيا كمواطن أوكراني وكل مواطن أوكراني موجود هناك يجب أن يقوم بداء عمله الطبيب من حيث عمله المهندس من حيث عمله الجندي من حيث عمله وهلم كذلك. نحن نعيش في أوكرانيا حاليا كارثة إنسانية والله إنه مدن كثيرة في أوكرانيا أبيدت عن بكرة, أبيها مدينة ماريوبيل قتلوا فيها أكثر من 80 ألف مواطن أوكراني وعدد سكانهم 110 ألاف قاموا بهدم المنازل قاموا بقصف المساجد قاموا بقصف الكنائس لم يسلم لا الحجر ولا البشر من هذا القصف العنيف وللأسف الشديد نحن اليوم بنشوف أن الحرب الحرب طاحنة يقوم بضرب الصواريخ التكتيكية لكي يقصف جميع الجغرافيا الأوكرانية هو في حاليا الوضع في أوكرانيا في تقدم كثير للجيش الأوكراني اللي بيتلقى مساعدات من الدول الأوروبية شاكرين لهم وأيضا يتلقى المساعدات من أمريكا وليس لدى الشعب الاوكراني اي خيار غير المقاومه لم لم حتى المفاوضات هم احتلوا الاراضي الاوكرانيه وبقولوا لنا تفضلوا اجلسوا على طاوله المفاوضات نحن احتلينا هذه الارض وبالتالي غير ذلك لا يمكن ان نعطيكم الارض يعني هم اخذوا ارضنا بقولوا لنا تفضلوا تعالوا تفاوضوا يعني على شو بدنا نتفاوض هناك خيار واحد وهو المقاومه وتحرير جميع الاراضي الاوكرانيه بما فيهم بما فيها جزيره القلم التي احتلت عام 2014. أه بحب انا اوجه وجهه نظركم لشغله انه الحرب في اوكرانيا مستمره من 2014 ولكن الهجوم الكاسح الشامل على اوكرانيا بدا في 2022 في 24/2 نحن كنا نايمين امنين في بيوتنا وقد صحينا على صوت الانفجار، كانت تفجيرا وقصفا لجميع المدن للبنية التحتية للمطارات جميعها وكان هناك في أزمة خانقة بين الناس لا يعلمون ماذا يعملون واليوم نحن بنشوف أنه الشعب الأوكراني في 12 مليون نازح في أوروبا وللعلم 12 مليون نازح هذولا مش من الرجال الرجال جالسون في أوكرانيا يقاومون الاحتلال 12 مليون نازح هدول من النساء والأطفال الذين غادروا بيوتهم نتيجه للقصف الهمجي التي يقوم فيه الجيش الروسي. واليوم في الشهر الثامن بدايه الشهر التاسع لم يتغير اي شيء، كل يوم قصفا، كل يوم قصفا، كل يوم قتلة يقصفون المدارس، يقصفون رياض الاطفال، يقصفون المتاحف، يقصفون الجامعات، يقصفون البنيه التحتيه ونحن مقبلين مقبلين على فصل الشتاء. فصل الشتاء قارس جدا في أوكرانيا حيث تصل هناك درجة الحرارة ما دون 26 درجة تحت الصفر فحاليا عمالهم يقصفوا بالبنية التحتية في البنايات التي تقوم بتوليد الطاقة للتدفئة المركزية يقومون بقصف المحطات الكهرباء يقومون بقصف محطات محطات القطارات والباصات وهم يقولون أننا نقصف نقصف ماذا نقصف؟ نقول نقصف الجيش الأوكراني أو البنايات العسكرية ولكن أنا شاهد وشهادة لله القصف القصف يقوم بقتل المدنيين عشرة عشرة ألفين واثنين وعشرين في المحاضرة أنا فرجيت نشرت فيديو ماذا حصل في أوكرانيا فكان التعاطف من ال الاطباء العرب وايضا من النمساويين ومن الاجانب موجودين في هذا المؤتمر كان تعطفهم كبير ونحن شاكرين لهم. اليوم تاريخ اليوم وإحنا نقدم لكم يعني انا قبل ما اسوي الانترفيو مع حضراتكم اليوم القصف في جميع اوكرانيا جميع المدن بما فيهم كييف وقد قتلت امراه حامل ست شهور هي وزوجها وهم موجودين في بيتهم صباحا حتى الرجل لم لم قبل ان يغادر يعني القصف يكون صباحا عندما تكون الناس هي في 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 نوم او في سبات او في امان في بيوتهم يصحون من القصف الصاروخي الذي يقوم فيه بوتين والاحتلال الروسي بحب احيطكم علما ان الروس يرفضون دخول اوكرانيا الى الناتو ولكن اسلحه الناتو موجوده على الحدود مع روسيا. الجيش الاوكراني اليوم تدريب تدريب ناتو، الاسلحه اللي بيستلمها من الاتحاد الاوروبي، حيث يقوم جميع الدول، اكثر من ستين دوله في العالم تدعم الشعب الاوكراني، لماذا يدعمون الشعب الاوكراني؟ لانهم على حق، لانه يوجد احتلال. وانا كفلسطيني من اصول فلسطينيه اعرف ماذا يعني الاحتلال، وبالتالي أنا كمواطن أوكراني من أصول عربية أرفض هذا الاحتلال الغشيم الذي يقتل البشر والبشر ويقوم بتدمير الحضارة الأوكرانية لأن أوكرانيا أنتم بتعرفوا والكل شاهد كيف أزمة الغذاء والأزمة الاقتصادية في العالم كثيرين لم يسمعوا عن أوكرانيا سابقا كانوا يعلموا أن أوكرانيا أنها بلد سياحية وبلد خضراء ولكن ليس كذلك في أوكرانيا أكثر دورة فيها التربة السوداء التي تصلح لزراعة القمح والشعير والذرة وشغلات كثيرة وبالتالي أوكرانيا اليوم هي سلة العالم وأنا بعتقد أنه رح ترجع سلة العالم طبعا إحنا حكينا كثير بالنسبة للحرب والحرب مؤلمة أنا بحكي معكم وأنا شعوري يعني من داخلي يعني قلبي ينزف دما على ما يحدث في اوكرانيا لانه اوكرانيا سله العالم اوكرانيا البلد الحبيبه اوكرانيا موطني الثاني بعد فلسطين آه نحن نعرف ان الحرب راح تستمر لسنوات لانه الـ 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 الروس حطوا اهداف تدمير اوكرانيا كامله وتقسيمها ولكن انا بعتقد لما الشعب يبقى الشعب واحد وحكومه واحده راح يقوموا بطرد الاحتلال وتقوموا ب خساره روسيا في هذه الحرب <متحدث> طبعا اخواني في النهايه انا بحب اشكر جميع من حضر هذا المؤتمر ونشكر رؤساء الاتحادات الدكتور تمام والدكتور فيضي وايضا انا اشكر التلفزيون والبرنامج نور شو على هذه التغطيه الاعلاميه التي قام فيها على, في على جميع ايام المؤتمر وشعرنا ونحن نعلم انه سوف يصل نتائج هذا المؤتمر الى الوطن العربي لكي يكون هناك اتصال ما بيننا احنا كاتحادات اطباء عرب في اوكرانيا مع الوطن العربي، نور شو هو الجسر ما بين اوروبا والوطن العربي، شاكرين الكم على هذا الجهد اللي أنت قدمتوه وان شاء الله نشوفكم السنه الجايه في المؤتمر الجديد والحرب تبقى منتهيه في اوكرانيا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.